اولمبيك خريب قال نورمالمون اللي واحد الفريق اللي كبرنا معاه اللي من الفرق الاولى في المغرب اللي كتعرف ما معنى الاحتراف او البروفيسيوناليزم او الباريناج، لانه كنعرفوا المكتب الشريف ومدى الاهميه ديالو في خريبكا. واش خريبكا الان فقدت الهويه اولمبيك، اقول اولمبيك خريبكا النادي واش فقد الهويه ديالو؟ شنو هي الاسباب اللي خلاتنا نوليو نشوفوا اولمبيك خريبكا بهاد الصوره اللي كنتابعوا؟ لان هذا الشيء ماشي وليد هذا الموسم، هذه دابا ثلاثه سنوات ولا اربع سنوات وخريبكا تتعذب. شنو الاسباب بحكم انك منخرط بنادي اولمبيك خريبكا وابن مدينه خريبكا؟ يعني قح ما اخي خالد، قبل الاجابه على السؤال ديالكم غادي نقول واحد جوج كلمات. اليس هناك حكيم؟ اليس هناك رجل حكيم؟ او بالاحرى اليس هناك رجال حكماء؟ واش ما كاينينش ناس كيغيروا على المدينه ديالهم؟ واش ما كاينينش رجال كيغيروا على الفرق ديالهم اللي غادي تعتبر انت منهم؟ اكيد بانهم كاينين، راهم كاينين، ولكن كاين اللي ما كتمنحوش الظروف باش غادي يدخل وغادي يولي في التسيير او غادي يولي في المكتب المسوير او غادي يسير فريق اولمبيك خريبكا، لان كله ظروف كاينين. لكن للاسف الشديد هناك تراكمات اخي خالد ديال فريق اولمبيك خريبكا. هذا المشكل اللي كاين هذه السنه هو والد لسنوات خالت، منذ رحيل المكتب الشريف للفوسفات على سير فريق اولمبيك خريبكا والنادي. هذا هو السؤال اللي غادي يتخبط في عده، نعرفوا علاش مشى في عده مشاكل جمة. سؤال مهم، علاش مشى؟ سؤال مهم. اكيد بان فريق اولمبيك خريبكا منذ الثنائيه مع سي مصطفى مديح الله يرحمه اللي فاز بالبطوله والكاس وكان عامد انذاك عبد الصمد الوراد اللي هو المدرب الحالي ديال فريق اولمبيك خريبكا، كنتمنى له كل التوفيق. اولمبيك خريبكا فاش كما كنقولوا المجمع حط المفاتيح ديالو، اولمبيك خريبكا سنين كلها في المشاكل، من نزلات القسم الثاني رجعات في نفس السنه في واحد الظرف قياسي، ولكن خطا اللي قام به ربما المكسب اللي كان انذاك كيسير فريق اولمبيك خريبكا، لكن صلح الخطا يحسب له لان انقذ الفريق ورجع الفريق بواحد السرعه فوالا باش نعطيو كل الواحد حقوق. باستثناء سنه اللي كان اولمبيك خريبكا احتل الوصفه في 2015 وما نساوش الفوز بكاس العرش على فريق الفتح الرباطي بطنجه. اولمبيك خريبكا انذاك رفقه الرئيس ديالو السكادي مصطفى، الدكتور السكادي مصطفى. باستثناء هذا الموسم اللي كانت فيه هذه النتيجتين وصفه والفوز بكاس العرش، اولمبيك خريبكا السنوات كلها كيلعب من اجل الانعتاق باش ينزل في الدرجه القسم الثاني. من العيب والعار نشوفوا فريق، وهاد الهضره بحال مليناها كتكرر كل مره كتعاود، فريق اللي من هنا لواحد ثلاث شهور غادي يحتفل بالتاسيس ديالو 100 سنه على التاسيس ديالو المئوي ديالو. فريق كيتعتبر الى جانب اولمبيك اسفي والراسينغ البيضاوي ونادي الشاب النجم الشباب او كذلك استاد ماروكان، من اقدم الفرق في المغرب، كره القدم وحتى في المغرب، لان هذه حقيقه، هذا واقع. فريق اللي اسو انذاك المستعمر واسو المكسب الشريف للوصفات اللي هو المحسدين ديالو الان كنشوفوه كيتخبط في هذه المشاكل هذه. فريق اللي كان مرجعيه في كره القدم بغينا ولا كرهنا، فريق اللي كان دائما كيعطي لاعبين لجل الفئات ديال المنتخبات الوطنيه، واحد الوقيته ولاو 6 7 8 لاعبين من الفريق الاول كيمشيو للمنتخب الاول، وهذا الشيء كاين ديال 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 فريق اولمبيك خريبكا. حميد دوش في دادي لاعبين كثار، هما كثار الى جيت هما كثار. يكفي ان تذكر مولاي هشام الغرف، وما ادراك ما الغرف في 88 من اول المحترفين 94، وغتهضر على العربي حبابي اللي مثل المنتخب المغربي في مونديال امريكا في 94 الحبابي. واحد لو طالون تبارك الله، واحد اللاعب انيق اللي صالو جال في الملاعب الوطنيه وفي العربيه والعالميه العربي حبابي. وكاين نجوم اخرين هما كثار. نجيو غير الجيل اللي فاز بالثنائيه راه كانوا تبارك الله. كان واحد الجيل مصطفى الا تذكرتي معايا، كان واحد الجيل اللي كان تحرم من البطوله في 89 88 89 تحرم من البطوله بمشكله سيبوس ديال سيبوس. انا ذاك ملي كنهضروا على العساس، على الزرقاوي، على فدادي واحد، فدادي جوج، حميد دوش، حدوميه، حبين، هادو كلهم لاعبين
اللي كثار لاعبين كثار اللي جينا غنقولوا ما شي غنقولوا ما نقولوش غيتقلق علينا. لا لا غير غير عذرونا لاننا حنا ماشي حنا انا داك كنتفرجوا فيكم وحنا صغار يعني ماشي من الجيل ديالهم. الزرقاوي 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 انطرقوا لي غادي غادي نفتحوا عليه واحد القوس الزرقاوي الزعناني الزعناني لاعبين كبار سيبوس الحارس اللي مدرب الحراس دابا بودلال زكريا عادل المجموعه ديال المرصادي المحذوفي العبد الصمد الوريض نجوم عقال عقال المرحوم تكرادي المرحوم جواد اقدار خري بقى دائما عنده واحد البينيار وكتعطي اللعابه وهذيك لا ريجيون تبارك الله عندها الموهبه الجميل في مدينه خري بقى وفي النواحي ديالها فاش كان كتعتمد على المدرسه دائما كيعتمدوا على اللاعبين ديال المنطقه وديال الاقليم. الان الفريق دائما ولينا كنشوفوا لاعبين اللي هما ولاد المدينه اولاد المدن المجاوره قلال ما كاينينش كاينين لا بليبار ديال اللعابه من خارج مدينه خريبكا. هذا مشكل وهنا كنعرفوا خريبكا دابا الان في مشاكل ماديه لا تحصى.